بعد أزمة الفيضانات وارتفاع أسعار المحروقات، وقبلها تسجيل العاصمة التشادية أمطارا غزيرة، سببت الكثير من المتاعب للمواطنين باجتياحها الأحياء والمنازل، تزيد وتضاعف أيضا أسعار النقل، وذلك نظرا للعوائق المذكورة آنفا، والتي جعلت من رحلات الترحيل على سائقي الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة أي التاكسي والدراجات النارية المعروفة محليا بالكلاندو تكون أطول من خلال بحثهم عن الطرق السالكة بغية نقل زبائنهم. فهذه الظروف كلها جعلتهم يرفعون الأسعار بحسب السائقين، وهم ملزمون أيضا بزيادة هذه الأسعار حتى يقوموا بالتوازن اللازم لتجاوز هذه الظروف، مضيفين في الوقت ذاته بأن حالة الطرق هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، ويطالبون الحكومة بصيانة الطرق لتسهيل حركة المرور. علينا المشكلة حاسة حاليا تمن علينا الزاد ده، يعني عندنا مشكلة، يعني شنو عندنا؟ يعني مشكلة كثيرة. زمان علينا وقت الإصاص بوتي الركاب كنا نقولهم ب 20، يعني لازم ما عندها 2 ب 30 كنا نقولهم، لكن اليوم المشكلة جالي قال لنا شنو؟ جالي قال لنا مشكلة أنا بنزين. البنزين يعني أول ده ما شاء الله بنزين بوتي، يعني نقدر نشيل ركبنا، يعني أي جهة نقدر ندلهم ونقدر نشيل. اليوم البنزين اللي قال لنا غالي، يعني في المشكلة البنزين اللي قال لنا غالي ذاته، ما عندنا صعوبات، يعني حتى الشغل الأثر معانا بزيادة. أنينا هسه عندنا شنو؟ شواري. اليوم الشواري أول الشاري عندنا في 20 دقيقة 30 دقيقة تقدر توصل، لكن اليوم الشاري في الدنيا قريب، الشاري لكم هو قريب عندنا تقريبا ما في كل قريب ساعة أنت ماشي في الطريق. أنا كرام دومان نطلب من الحكومة تنقص لنا سير عن الإصاص والغزوال، فالحمد لله أولا نخدم عديل، لكن وراء الإصاص وقت زاد ده الركاب كلها استغلوا مننا شيئا. وأنا أدعو أن يجي فوق بس الحمد لله، نتمنى من الحكومة ينقص لنا الإصاص عشان الركاب يجركوا معانا ونقول نستفيدوا وهم يستفيدوا. لكن في المقابل استنكر الزبائن هذه الزيادة التي يرونها دون مبرر، خاصة في الوضع الاستثنائي الذي تمر به العاصمة، وهو الذي يتطلب تماسكا اجتماعيا لا يستثني فئة. على كل فإن الوضع الراهن يتطلب تدخل الجميع واتخاذ خطوات أكثر جدية لتجاوز هذه المحن التي تمر بها العاصمة.